بخصوص الشكل النضالي اللي تم الدعوة ليه البارح قدم البرلمان، اللي هو كان عبارة عن وقفة وطنية. هذيك الوقفة الوطنية المركزة كان دعا ليها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وكذلك دعت لها التنسيقية الموحدة، وكذلك التنسيقية الثانوية التأهيلي. إذا كانت جهة الدعوة هذه في إطار ماذا؟ في إطار أنه مازال لحد الآن لازال التوقيفات كما كنقولوا اللي صدرت في حق الأساتذة مازال جارية المسؤول، يعني مازال الأساتذة موقوفين. وهذا الشيء هذا كنعتبره استمرار في واحد النوع ديال كما كنقولوا الهجوم، واحد النوع ديال التضييق، ونوع كذلك في رغبة في الانتقام، وفي كذلك واحد الاستمرار التضييق على المجموعة ديال الحقوق. أول هذه الحقوق هذه هو الحق في الإضراب، فكنعتبروا بأن هذا الشيء فيه تضييق على حقنا في الإضراب، وفي كذلك تضييق على كذلك حقنا في أننا نحتجوا، حقنا كذلك في أننا نظلم داخل التنسيقيات لأسوء الأساتذة. احنا في بزاف تاع الوقت هذه هي باش نقولوا بان لا زالت المعركه النظريه مستمره، تاكيد كذلك على ان حتى نقاشنا في التوقيفات لا ينفصل على المعركه بشكل عام. في هذا السياق هذا كله كناكدوا على انه احنا كموقوفين غنوصلوا هذه المعركه هذه، الى جانب اكيد كافه الاساتذه والاستاذات. البارح الوقفه ما كانوش فيها غير الموقوفين، بل كانوا فيها كذلك الاساتذه والاستاذات اللي تنقلوا من الاماكن البعيده باش انهم يدوا النداء ديال هذه الوحده هذه، وباش يدوا كذلك النداء ديال هذه الوقفه، لان هذه الوقفه وحده هذه الاطارات هذه اللي كلها دعت ليها. الاساتذه والاستاذات عازمون على مواصله المعركه ديالهم، توقف الاساتذه فقط، ولكن الغرض ديالها هو توقف المعركه النضاليه. فمن هذه المنطلقات هذه كنعاودوا ناكدوا كل ادانه اي محاوله ديال كما كنقولوا الانتقام، كل ادانه كذلك حتى المساله ديال الاساتذه اللي رجعوا للاقسام، ولكن رجعوا بعقوبات، يعني هذيك العقوبات هي كذلك عقوبات صوريه كنرفضوها وكندوا بها، وكل ادانه كذلك لكافه الاجراءات ديال محاوله ترهيب الاساتذه من خلال فرض استعطافات وملتمسات باش انهم يلتحقوا بالعمل ديالهم. يعني مديريات عديده على الصعيد الوطني حاولت انها تستفرد بالاساتذه وتفرض عليهم ملتمس كموقوفين باش انهم يقدروا يرجعوا، وهذا كنعتبروا اجراء باهانه للاساتذه والاستاذات، وفي رابط انها تخليهم في موقع المتسول. فكنقولوا بان هذه الاجراءات هذه كلها لن تزيدنا الا صمودا، عازمون على مواصله المعركه ديالنا، متشبثين بالمطالب ديالنا، رافضين النظام الاساسي جمله وتفصيله، واكيد رافضين القانون الاضراب، ورافضين كافه الهجومات اللي كتكال على حق التعليم. التوقيفات هي توقيفات مرفوضه وصوريه، اي محاوله لاحاله الاساتذه على المجلس التاديبي هي مجرد تماهي في الهجوم، وكذلك ما عنده حتى شي شرعيه.